خالد بن معدان عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، أخبرنا عن نفسك. قال: دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي عيسى، ورأت أمي حين حملت بي كأنه خرج منها نور أضاءت لها قصور بصرى من أرض الشام. بعد زواج عبد الله بن عبد المطلب بآمنة بنت وهب بوقت قصير، سافر فتى قريش في تجارة إلى بلاد الشام. وفي هذا الوقت كانت آمنة تنتظر عودة زوجها، وهم لا زالوا حديثي الزواج، إلا أن عبد الله بن عبد المطلب مريض في طريق العودة إلى مكة من تجارته في الشام، وبقي عند أخواله في يثرب. ولا زالت الزوجة الصالحة تنتظر عودة زوجها العريس، حتى جاء الخبر من المدينة أن فتى قريش غدا وبات تحت التراب. بكت مكة كلها على وفاة عبد الله بن عبد المطلب، وبات لزاما على آمنة بنت وهب تحمل المسؤولية العظيمة الملقاة عليها، فهي حامل بولد لم يعد له أب، وأصبح الذي في رحمها يتيم. كم هو صعب أن تفقد أم زوجها وهي حامل في الطفل الأول، ولم يمضي على زواجها أشهر. يا إلهي، كيف بدأت معاناة النبي الكريم في حياته؟ حتى قبل أن يولد قدر له الخالق أن يولد في هذه الدنيا يتيما، وقدر له أن لا يكمل 6 أعوام من عمره إلا وهو يتيم الأب والأم. وهذه المعاناة في حياة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان لها أثر كبير في صقل شخصية قوية وشجاعة لا مثيل لها، لأن القادم في حياة هذا الرجل ليس سهلا، وسيلقى عليه حمل ثقيل. لم تشعر أم النبي الكريم بالحمل كما تشعر به باقي النساء، فقد كان حملا خفيفا، ورأت من الكرامات في حملها ما يثبت قلبها على فقدان زوجها، وكانت الرؤى التي تأتيها في المنام تؤكد لها أن في أحشائها سيد هذه الأمة، وكانت ترى النور وهو يخرج منها وينير قصور الشام، لذلك كان تركيزها منصب على هذا الجنين. لم تكن تدري أن الله سيرفع له ذكره، ولم تكن تدري أن الله سيعطيه الكوثر في الجنة، لم تكن تعلم أنه سيأتي يوم ويئم بكل الأنبياء، لم تكن تدري أن جنينها سيكون شهيدا على الأمة كلها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لم تكن تعلم أن هذا اليتيم هو رحمة للعالمين، لم تكن تعلم أنه مرسل لكافة الناس بشيرا ونذيرا. أم النبي لا تعلم أن ولدها مطاع ثم أمين، وأن الله سيعطي ولدها حتى يرضى، ولا تدري هذه الأم الأرملة أن جنينها نعم سيولد يتيما، لكنها لا تدري أنه سوف يموت عظيماً.